ما أن تدخل البلدة القديمة وتتجول في أحيائها العتيقة حتى تشعر برائحة الحلويات النابلسية التي تتسرب بين الزقاق. فمدينة نابلس أو كما تعرف بالشام الصغرى من أشهر المدن العربية المصنعة للحلويات. فهذا الدكان مثلا قديم بقدم المدينة التي شيدت إبان الحكم الروماني، لكنه شهد في آخر 150 عاما صناعة مزدهرة وهي صناعة الزلابي والحلاوة النابلسية. خذ المسألة هذه، شو بقول لك؟ نابلس بنت الشام وغزة عتبت مصر. أنت ما وصلت غزة وصلت مصر، ونابلس بنت الشام. ليش بنت الشام؟ لأنه كل عاداتها وتقاليدها وأكلها شوام. سوق كاملة يعرض فيها الباعة حلوياتهم ويتنافسون في طيب مذاقها ويتفاخرون في أسرار صناعتهم، فمن الطمرية النابلسية للزلابية والعوامي أو لقمة القاضي باللهجة الشامية يشتري أهل المدينة وزوار الحلويات العربية التي تتفرد بها المدينة، وفي بعض الأحيان يرسلونها من بلد لآخر كهدية قيمة للأقارب والأحبة فقط. أساس إشي أول إشي المية بتاعت نابلس، مية نابلس في الحلويات 100%. بعدين هم مش جديد اليوم بن عن جد، كل واحد يعني صنعته مثلها الحلويات يعني بن عن جد، يعني مش صناعي يشتغل طول عمرهم بيشتغلوا في الحلويات. عادة ما كانت الطمرية والزلابية النابلسية تقدم في مواسم دينية معينة كشهر رمضان الكريم أو في المولد النبوي الشريف، ثم أصبحت تصنف من الحلويات الشتوية التي يكثر الطلب عليها في فصل الشتاء. أما اليوم فهي حلوى يومية طازجة الصنع تباع في كل الأوقات. كمختلف الصناعات الغذائية التقليدية، تأثرت صناعة الحلويات في مدينة نابلس وتراجعت بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية، ومع ذلك بقيت تشتهر نابلس بتعدد أصناف حلوياتها. فبالإضافة للكناف تشتهر أيضا بالزلابي والطمرية التي ما زالت تحتل مرتبة الصدارة في قائمة الحلويات النابلسية. يافا سيتي آر تي، نابلس.